أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد من المرة عندي يا رسول الله من المرة ياك رمضان مضروبها نرزاها في راس طب أنا كان ما فقتش وحدي نتعدى للصبح ياكاك يا زهر الحمد لله عليك كيف زيت يا رب علاش ما تفايقينيش علاش ما فايقتيش ليش عملت لك يا عجبك شتو من باكل ني ماشي جاي عليك مفيق فيك مفيق فيك وش انت تطمقت هكا كلاستيك ولا تحب تفسها شنو نعمل لك ني انت فيقتيني هي ما عليك نكذب عليك والله انت فيقتي شبيني هذا كل ميت ما نفيقش زايد الحديث رمضان ولا فيه تعرفش كيفاه برا انت راك حمورك وبرا مشي للجامع ما انا حضرت العشاء مش طيب تحشي ماني قلت لك ني شربه وشويه سلطه مشويه سلطه مشويه طب بالله جديتينا بسلطه ومشويه راك تعرف الفلفل والطماطم مش توفيها شبيك يا مرأة؟ كملوا تهنى وفوهم كملوا؟ ارتحنا الناس كلك بعدك يا للا شدت لي في السلطة المشوية ماكش مسيبتها تتريتي طرف الفلفل تعملي بها وطرف الطماطم تعملي بها فاكس تحلنا ذاك متاع السلطة المشوية هذاك بتسعلاف يتكلف يا للا تعمل في بالكش باهي برد باريتي لك عبتين طمر ريتي لك عبتين طمر تمر زادة يا رحمك الرحمة اكمل حتى هو هاك انت هاك ماكش للجامع جيبنا معك كعبتين مغادي اكمل اكمل هبتي كيفاش جايب لك رطل يا رسول الله رطل يا زهرة تو عنا 10 ايام في رمضان رطل وفيدية يا اخي ما بالكش الكيلو قداش يخدم الكيلو بروح ب 15000 كيلو التمر راه ب 15000 لا حول ولا قوة الا بالله ما قارش بك تبذير اللي عندك شي زادة تو تبذير اللي عندك ما راتاش عيني يا شبك شما التبذير نتاعك تحني في النهار ناخذ كعبة وكعبتين هذيك هي الحكاية وزيد تهن قال لك هو التمر باش رخاص تو الكيلو باش يولي ب 3900 شنو؟ كيلو تمر قالك شو ولي 3900 لا لا يا غافلة كيلو البنان هذاك باش يولي ب 3900 البنان مش التمر ثبتي روحك نهار مبروك البنان يا رسول الله يا رسول الله في هالبلاد ما عادش فاهم شيء معناتها تحب تقولي انت تمر من هني من تونس اللي يجيبوا فيه الكيلو ب 15 والبنان يجيبوا فيه من النرويج غادي الكيلو ب 4000 فرنك اي يجيبوا فيه من النرويج مو غادي اي نعم يجيبوا فيه غادي من النرويج يجيبوا فيه البنان اللي تحب الحق نتاع ربي شو اللي خلينا نعمل على روحي نكمل مكتوب ولد عمي من فرنسا يجيب لي فيدا مغادي طرف تمر وطلع ارخص من هني لا لا باهي بركة باهي باري باري يا زاو خلينا ناخذو على المغرب باري باري خلينا ناخذ على المغرب اس 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 تسمع يا زاو تسمع ولا شي نسمع شنو يا هذا وخفي وين الاذان هذا مالك العادة حتى على التلفزة الوطنية شنو وين؟ عجب أوخ يا أخي تعدى أنا في الطويل وما فقنيش أوخ ليه؟ ما أقول الصلاة خير من النوم ماك تسمعي نهار مبروك هذا كل كيرة ما فقنيش ليش بينا إحنا من أهل الكهف والله الحق الواحد ما عاد فاهم حد شيء في البلاد هذه ما عاد فاهم حد شيء لي مش عارف طو يا المغرب خلطت على الفجر يا الفجر خالط على المغرب مانيش عارف كيفاش تو والله لا عاد تستغرب شيء راهو نقولك ماكش رمضان نحوه فهمت كيفاش رمضان ينحوه يا زاوت هذه خير طلعه رمضان ينحوه زعم المفتي تعدى طول للعيد والله كيفاش تو هذه في الاذان بتاع المغرب فيها الصلاه خير من النوم والله شيء اخر ما زلت تفهم حاجه تو خويا نيرو ما فهمت شيء وانت تدري انت بالك عاملينها جديد زعم عاملينها جديد لا ما تصورش ما تصورش اما تقوليش باكش هذه المفاجاه اللي قال عليها الشاهد في رمضان ما تستغربيش لا والله تستغربها يا زهر اسمعي شو خلت لك الشباك على 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 الدنيا برا تو نقولك تو نقولك مغرب ولا فجر لا والله لا عاد تفهم حد شيء تو هذا فجر عاتي على المغرب ولا هو كاين المغرب عاتي على الفجر كخرتني كخرتني الحكايه هذه راحت كخرت شنو هي صرت خير من النوم خويا وانت تدري باكش التلفزة غالطين باكش جماعة مرة مثنين رمضان راه هذا خير طلع طو شنو قلتي وزا شنو قلت؟ طول المرة اللي فاتت قلت وجابوا واحد يهني في رمضان بالزين استغفر الله العظيم يهني في الزين برمضان وطول هيك غلط طول تعدى للفجر كيفاش هك؟ طول شي من هك مش تكون خرونة طول ولا شنو؟ هو اخذي بالك المغرب تسرق
شنو المغرب تسرق؟ لا لا ما نصورش الحكايه هذه، ما نصورش وما نصورش. تحب الحق ما نصورش. الوطنيه باش تغلط اش بيك؟ لا القناه الوطنيه نتاع الشعب مش تغلط. زعما تغلط فيك المغرب؟ ما نصورش ما نصورش. هم مش باش يخلونا زعما نهارين نصوموا باش تبعثهم نهارين. هذا كل جرتك جرتك كم فايقتيني من الاول؟ راه 15 هذا يقول لك اما انت خليتينا راقد بالنوم لين تعدينا في الطول للفجر باهي هكا تو. زعما نجموش تو نستحروا بك الشربه. اسكت اسكت على روحك هذاك اش مزيان بعد الاذان النقار باش يتصح. والله غالب هكا هو قريب نتعدوا في الطويل. ني نقول لك حاجه من هناك صابت العشيه من هناك والتكيت هكا تريب خذتني عيني قريب نتعدى في الطويل. اوه 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 بس تيجي كانت تعدي في الطويل تحرق العشيه وتشعل فيها النار وما نفزوش ما تصير الضر يشعل فيها النار. كيما قلت والله كان هذا راه تحرق العشيه. زهر شني؟ ماك شمي؟ باش نشم زاد. ريحة الشياط. شياط؟ منين جاي الشياط؟ عجبتي ريحة الشياط مش فخرية تو ريحة الشياط تكوخ شني ريحة الشياط منين جاي؟ الشياط هذاك تعرف منين جاي؟ جاي من التلفزة، من التلفزة الوطنية. الشياط جاي من التلفزة الوطنية؟ أي. عجبتي جاي منا الشياط من الكوجينة كاين. منين الشياط جاي من الكوجينة؟ عجبتي. زهر العشية فوق القياس. تقول العشية تحرق. الراك حزينة يا زهر الراك حزينة العشية. هكا يا زهر يا زهر.